ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الرئيس الأمريكي جو بايدن غير من لهجة خطابه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وأشارت إلى أن نتنياهو أكد للرئيس بايدن خلال مكالمات جرت بينهما هذا الأسبوع أن إسرائيل تحرز تقدما في المفاوضات، فيما طلبه بايدن بالكف عن خداعه وفق القناة. ويشير التقرير إلى أن بايدن وكبار المسؤولين الأمريكيين محبطون من تداعيات عمليتي الاغتيال الإسرائيليتين في بيروت وطهران، حيث ترى الإدارة الأمريكية بأن نتنياهو أخفى عن بايدن خططه لتنفيذ الاغتيالات بعد أن كان أبدى تجاوبا بشأن صفقة غزة.